السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ نكمل بقى مع بعض موضوع الـ inborn errors. تالت نوع من الـ disorders هو disorders للـ metal metabolism. دول سهلين، هناخد فيهم اتنين. الجزء بتاع الهيموكروماتوزس اللي هو الهيموكروماتوزس اللي هو تراكم الحديد، والويلسون زيز تراكم النحاس او الكبر. تعالى بقى نبدأ نمسك واحدة واحدة فيهم كده، نكبر ونتوكل على الله. هيموكروماتوزس، تمام؟ طيب الهيمو ده اللي هو الهيم حديد اللي هو الايرون، كروم اللي هو لون هيتلون بلون معين، كروماتوزس. طيب السبب هو ان في الانسان ده يبقى عنده تو ماتش ايرون، عارف اللي هو تو ماتش ستريس، تو ماتش اللي انت بتعمله، هو بقى فيه تو ماتش ايرون موجود في الجسم، حديد كتير جدا. طبعا في نوع من الهيموكروماتوزس بنسميه ايديوباثيك، مش عارفين له سبب واضح خلاص. يقول لي ده جينيتيكالي ديترمايند ديس اوردر، يبقى جيني ان ويتش بيبقى فيه سلايتلي انكريز، في زياده بسيطه في امتصاص الحديد، الحديد بيمتص اكتر من الطبيعي على مدار سنين كتيره، فتلاقي الحديد بقى كتير جدا، فيبدا ينتج لارج ايرون ديبوزيتس، ترسبات حديد كتير جدا في البارينكمال ديستريبيوشن، في البارينكمال تيشو بتاعتنا يعني في الاعضاء بتاعتنا. الاعراض طبعا بتبدا تحصل يجري في الميدل ايج، في سن من 20 ل 40 سنه، بيبدا يترسب في الليفر ويعمل لي ليفر سيروزس، تليف كبد، يترسب في البنكرياس ويعمل لي دايابيتس ميليتس، يترسب في الجونادز اللي هي الاعضاء التناسليه ويعمل لي ضعف جنسي اللي هو هايبوجوناديزم، ويبدا يترسب في الجلد، يزيد في السكين ويعمل سكين بيجمنتيشن. طبعا يقول لي بسبب الداركنينج اللي بيحصل في السكين خلاص، بسبب زياده في الميلانين اكتر من الاير، الميلانين على فكره بيزيد الكونديشن، الحاله دي بنسميها برونز دايابيتس، اسمها ايه؟ برونزد دايابيتس ميليتس، بالرغم من ان الكالر اصلا بيبقى جراي اكتر من كونه برونز، ولكن عشان بيبقى فيه زياده برضو في الميلانين مع الايه الايرون، فبنسميها برونزد دايابيتس. في طبعا اعراض بتحصل في الهارت بسبب ترسب الموضوع ده برضو في الهارت، يقول لي كاردياك مانيفستيشن مي بي بروميننت، يبقى ظاهر جدا، وخصوصا في اليانجر بيشنتس، ناس صغيره شويه سن الشباب، وميني اوف هوم كتير جدا من الناس اللي عندهم البرونزد بتاع ده الايرون كتير جدا، الهيموكروماتوز في الهارت غالبا بينتهي الموضوع بيهم بالديث، بيضاي بسبب الهارت فيلير او الكارديك فيلير، فشل عضله القلب. طبعا ممكن يترسب في الليفر ويعمل ليفر سيروزس، وفي 10 من 20% من الحالات الليفر سيروزس ده يقلب بكانسر في الليفر، نسميه هيباتو سيلولار كارسينوما، هيباتو سيلولار كارسينوما، سرطان في الايه؟ في الكبد او الليفر. طبعا نشخص ازاي بقى حاله الهيموكروماتوزس؟ قال لي ميبي ميجر، ميبي او ميد باي ميجرنج، ان احنا بنقيس البلازما ايرون كونسنتريشن والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، هنلاقي الاثنين عاليين، والاثنين بيعتبروا كانديكيتور مؤشر للترانسفيرين كونسنتريشن خلاص، وذ اولموست توتال ساتوريشن، ما في ساتوريشن عالي جدا، شبع عالي لان الحديد كميته كتيره جدا فيشبع كل العربيات اللي موجوده. ثاني حاجه يقول لي في فاميلي ستادس، نبدا بقى ناخد تاريخ العيله بتاعته، الاقي في ان الريليتيفز اوف بيشنت قرايب البيشنت ويز بروفن ايديوباثيك، برضو عندهم هيموكروماتوزس، ماست بي انفستيجيتد، لازم تفحصهم وتشوف السبب. البلازما ايرون كونسنتريشن والبرسنتج ونسبه الساتوريشن، التشبع بتاع التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي ار ذا موست سنسيتيف انديكيتور، هو اكتر حاجه مهمه جدا. يبقى السؤال ده مهم جدا، الام سي كيو يقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از موست سنسيتيف انديكيتور للهيموكروماتوزس، البلازما ايرون كونسنتريشن والبرسنتج ساتوريشن بتاع التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي اللي هي تي اي بي سي، تمام؟ ده كده الهيموكروماتوزس. طبعا هنا الهيريديتري او الايديوباثيك ماشي، هنا الانتستين بتابزورب اكسس ايرون، ايرون زياده which is received by the liver، تمام؟ يبقى هنا الانتستين امتص الزياده، امتص الزياده ده يروح للليفر، شوف عامل لك مسامير كده كانه حديد، ايرون كتير جدا في الليفر، يعمل لي طبعا ليفر سيروزس، والسيروزس ده كمان شويه على مدار الوقت ب 10 20% يقلب بايه؟ بهيباتو سيلر كارسينوما اللي هو ايه؟ كانسر. طبعا الجزء ده بيبقى عباره عن جين ميوتيشن، تمام؟ ممكن يترسب في المفاصل فيبدا يعمل لي ارثرايتس، تمام؟ هنا طبعا يقول لك ايه؟ نو وي ار بودي نوت، وي ار بلادي نوت، تمام؟ وي ار سكريود، طبعا ده كده عباره عن اللارج انتستن برضه منهكه ومتعبه، والعين ده عنده برونز دايبيتس بالنسبه للايه؟ للون بتاعه، تمام؟ اوكي. ده بالنسبه للهيمو. تعالى بقى للويلسون، بص الفرق ما بين الاثنين ان ده اف اي حديد وان ده سي يو نحاس اللي هو الكبر. تعالى بقى نبدا نشوف الويلسون ديزيز. الويلسون ديزيز قبل ما نتكلم عنه نتكلم في النورمال، ان عندي الصم بلازما كبر، بعض الكبر الموجود في بلازما بيبقى لوزلي باوند ماسك في القلب منشال عليه بس مش ماسك فيه قوي، ولكن معظمه بيبقى موجود ان ذا بروتين حاجه اسمها سيريو بلازمين، اسمه ايه؟ سيريو بلازمين. اوكي طيب
يبقى شويه بيتشالوا على الالبومين، والمعظم بيبقى مندمج ومتشال مع بروتين اسمه سيريوبلازمين. طبعا هو كونه انه متشال على بلازما بروتين زي ده او زي ده زي السيريوبلازمين او الالبومين، معنى كده ان هو ما بيدوبش في الميه، بيبقى انسوليبل. وطبعا الكبر ده بيبقى اكسكريتد مينلي، بيخرج مع الكابا با 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 بار 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 بار، بيخرج مع البابا با 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 بايل بايل بايل، ما تنساش مهمه جدا. طيب ده كده النورمال. ايه بقى موضوع الويلسون ديزيز؟ في طبعا نوعين من الديفكت بتاع الكبر ميتابوليزم في الويلسون ديزيز. في نوع ان هو ما بيخرجش، يعني في امبيرد بيليال اكسكريشن، اصلا البايل ما بيخرجش، فبالتالي الكبر اللي ما بيخرجش يؤدي لان يترسب في الايه، في الليفر، ده النحاس. وممكن يبقى في ديفيشنسي في السيريوبلازمين اللي هو بيشيله اصلا، فيبدا ينتج عنه نقص بلازما كبر كونسنتريشن، لان هو بيتشال معظمه هنا ميلي. هنلاقي ان موست معظمه از ان ا لوزلي باوند، بيبقى بقى بيتجه الى الالبومين خلاص، وبالتالي يروح يترسب في التيشو لانه مش عارف يمسك في الالبومين زي الناس، ويترسب في التيشو. ومور ذان نورمال، اكتر من نورمال، يترسب في الجلوميرولاي بتاع الكدني، الجلوميرولاي اللي هو البومنس كبسول خلاص هنا كده. ونقول لي لما يبدا يترسب هنا ويزيد اليورين اكسكريشن بتاعه، طبعا ممكن يعمل لي ستونز برضو ولا حاجه. الاكسسيف ديبوزيشن بتاعه لما يترسب الكبر زياده، طبعا ترسب الكبر ده اسمه ويلسون، لما يترسب زياده ممكن يترسب بقى في البيزال جانجليا بتاع البرين، تاخد ان شاء الله الكلام ده في البطنه، يترسب في الليفر، ممكن يترسب في الرينال توبيولز، في النيفرونز، ممكن يترسب في الاي. طيب لو اترسب في البيزال جانجليا يعمل اعراض سي ان اس، نيورولوجيكال سيمتومز طبعا، بسبب انه يعمل ديجنريشن يبوظ البيزال جانجليا. ممكن يترسب في الليفر، يعمل ليفر دامج يؤدي الى سيروزس، تليف كبد. ممكن يترسب في رينال توبيولز كيدني، يعمل رينال توبيولر دامج، يبوظ الرينال توبيولز with any or all of associated biochemical features. يبقى مثلا معاه امينو اسيدوريا زي الفانكوني سيندروم اللي احنا سمعنا عنها، تمام. ممكن يترسب في الاي، ويعمل حاجه اسمها الكايزر فليكر ماشي، فليكر رينجس ات ريدجز، او عند الايدجز بتاع الكورنيا، عند حواف الكورنيا، تمام. تلاقي كده زي رينجس، حلقات موجوده عند حواف الكورنيا اسمها كايزر فليكر رينجس، ده بسبب ترسب الحديد في الديسمنز ممبرين بتاع الكورنيا، في تركيب الكورنيا. ان شاء الله تاخد الكلام ده في الرمد لو انتوا عندكم رمد، او بتاخدوا اي حاجه تبعها، في طبقه اسمها ديسمنز ممبرين. طب نشخص ازاي بقى الناس اللي عندهم ترسيب او زياده في الكبر كتير جدا، نحاس في الجسم؟ معظم البيشنت عندهم نقص في البلازما سيريوبلازمين، لما ينقص سيريوبلازمين ما هو الكبر بيمسك معاه، والكبر كونسنتريشن هو كمان ناقص، وزياده في الكبر اكسكريشن، ما هو طول ما هو متشال على السيريوبلازمين هينزل في اليورين، لو مش متشال هنا يبقى هو صغير وينزل في النفرون، تمام. طبعا الاصوات الفرقعه دي ناس فرحانه كده وعبالكم كده عمالين يضربوا نار، مش عارف بتاع ايه بقى، تمام. طيب ده كان بالنسبه ليه اول حاجه نقص السيريوبلازمين. يبقى تاني عشان نبدا نشخص، طبيعي ان انا متوقع الاقي الكبر كتير في الجسم، ليه؟ لان السيريوبلازمين قليل خلاص، هيقل السيريوبلازمين. لما يقل السيريوبلازمين الكبر يترسب في التيشو ويقل في الدم، ويقل الكبر كونسنتريشن في البلازما برضه، ولكن هيزيد الاكسكريشن بتاعه في مين؟ في الكدني، بيزيد اليورينري كبر اكسكريشن. متوقع ان نقص البلازما سيريوبلازمين كونسنتريشن ده ممكن يحصل برضه، مي اولسو اوكير، يحصل فين؟ اثناء الفيرست فيو مانثس اوف لايف، في اول كام شهر كده من حياه الانسان، بسبب ان النيوتريشن ما بياكلش كويس خلاص. ورقم اثنين ممكن برضه يقل في النفراتيك سندروم، بسبب انه بيفقد في الايه؟ في اليورين. الناس اللي عندها مشاكل في الكدني زي مرض مشهور جدا جدا، مفيش حد بيدرس نفرولوجي الا وياخد حاجه اسمها نفريتك ونفروتك سندروم. مع نفروتك سندروم بنفقد بروتينز كتيره، منها السيريوبلازمين نفقده، فايه اللي البلازما بتاعه؟ البلازما ليفل. طيب زياده البلازما كونسنتريشن بقى بنلاقيها موجوده فين؟ في الاكيوت ليفر ديزيز، تمام، في الومن، الست اللي بتاخد او سي بيز اللي هو الاورال كونترسبتيف بيلز اللي هي حبوب منع الحمل، اثناء اللاست تريمستر اوف بريجننسي، في اخر ثلاث شهور من الحمل، نون سبيسيفيكالي بقى وين ذير از تيشو دامج، لما يبقى فيه تيشو دامج خلاص، ديو فور اكزامبل، بسبب ايه؟ بسبب مثلا انفلاميشن او نيوبليزيا، التهاب او اورام، الحالات دي بيزيد فيها البلازما سيريوبلازمين ليفل، تمام. ده كده ويلسون خلص. لسه قال لك تعالى بقى نبدا نفحص نسيج تحت الميكروسكوب، الهيستولوجيكال اكزامينشن ويذ ديمونستريتد. هنلاقي بقى لما ناخد عينه من مثلا من الليفر، ليفر بايبس سبيسمن، عينه ليفر خلاص، متوقع الاقي فيها ترسيب كبر كتير، كبر كونتنت يزيد فيها، وده مهم جدا ضروري عشان تكونفيرم وتاكد الدايجنوزس. طيب الكلينيكال كونديشن بتاعتنا هاز اريسيف او اريسيسيف سوري مود اوف انهيرتنس، طبعا ده ريسيسيف بيبقى جين متنحي، ولكن نقص البلازما سيريوبلازمين كونسنتريشن
maybe demonstrable heterozygous. لحظة يعني الكلام ده هو مدام ريسيسيف يبقى جين متناحي، والجين متناحي عشان يظهر لابد انه يكون مثلا فاكر انت في الار اتش اللي هو وليكن مثلا تعالى يا عم ناخد يقول لك مثلا الجين ايه ده سائد وده كده متناحي، الاي اذا وجدت مع الاي يظهر الزائد والاي كابيتال اي كابيتال ده سائد، طب والاي سمول اي سمول ده متناحي، يبقى المتناحي عشان يظهر لابد الاثنين يكونوا زي بعض اللي بنسميها هوموزايجوس. صح كده هومو ايه؟ هوموزايجوس او زايجوس. طيب هنا بقى المفروض يعني ان الكبر ده بيبقى ريسيسيف مود، يعني بيبقى الاثنين زي بعض الاثنين هومو مش هيتيرو. ولكن بص كده قال لي ناقص البلازما سيرو بلازمين كونسنتريشن، ناقص البلازما سيرو بلازمين ممكن يكون هيتيرو زايجوس اللي هو كده ايه كابيتال اسمول معايا. يقول لي الديستينكشن الفرق ما بين البري سيمتوماتيك هومو زايجوس والهيتيرو زايجوس از امبورتنت، الفرق ما بينهم بري سيمتوماتيك قبل ظهور الاعراض مهمه جدا. يقول لي ذا فورمر كان بي ايه كان بي تريتد، ممكن طبعا يتعالج. يتعالج ازاي؟ هنبدا ندي احنا عايزين نقلل الكبر من التيشو ناخده من التيشو، فنبدا نعمل كبر كيليتنج ايجنتس حاجات تمسك الكبر زي مثلا الدي بنسلامين كنا قلنا عليه قبل كده في الكولا لو تفتكر الكولا كان برضو الكولا عشان نمسكهم كنا محتاجين حاجه تعمل كيليشن، والكيليشن بالنسبه لي الكيليتور كان الدي بنسلامين بيبدا يقلل التيشو كبر كونسنتريشن الكبر في التيشوز. تمام ده كده ثالث حاجه. رابع حاجه بقى مجموعه دراجز، يقول لي دراجز اند انهيريتد ميتابوليك ديس اوردرز. ايه بقى دي كلمتين صغيرين مش كتار خالص خالص خالص. يقول لي ذا فاريشن ان انديفيدجوال ريسبونس، التفاوت في استجابه الفرد مننا للادويه خلاص مي بارتلي ممكن تبقى بسبب، يعني في ناس مننا تبقى حساسه لدواء والناس لا، ناس تستجيب لي بسرعه ناس ببطء. ليه بقى؟ ممكن يبقى جزئيا مثلا بسبب الجيناتيك فاريشن في اختلاف او تفاوت جيني ما بيننا. ذير ار ا نمبر اوف ويل ديفايند انهيريتد ديس اوردرز، في عدد من الديس اوردرز الوراثيه المعروفه ذات ار اجريفيتد اللي بيزودها اور ماشي باي اور which only become apparent تبدا تصبح او تزيد وتصبح ظاهره خلاص after administration of certain drugs بعد ادويه معينه، تلاقي الديس اوردرز اللي هي الوراثيه بدات تظهر مع ادويه معينه. لما ما ناخدش الدواء مش بيظهر في حاجه. يقول لي هذه الديس اوردرز may be classified تصنف الى two groups، في ديس اوردرز تنتج من deficient metabolism of a drug وفي ديس اوردر تنتج من abnormal response to a drug. تاني كده ديس اوردر تنتج بسبب deficient metabolism اللي هو ناقص تكسير او خلل تكسير دواء، وممكن ديس اوردر تنتج من abnormal response استجابه غير طبيعيه لدواء. طبعا الديفيشنت ميتابوليزم عندنا مثال ليها بتاع دراج اللي هو السوكساميثونيوم سنسيتيفيتي هنتكلم عليه، وديس اوردر سبب ابنورمال ريسبونس تو ادراج اللي هو نقص الجي 6 اي الجي 6 بي دي جلوكوز تفوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي. تعال نمسك واحده واحده فيهم. اول حاجه الزوكساميثونيوم. الزوكساميثونيوم ده خلاص سنسيتيفيتي المفروض ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن ماسل ريلاكسنت. السوكساميثونيوم ده عباره عن ماسل ريلاكسنت اللي هو ساكسنايل كولين، نقول عليه سكولين على طول. تمام ده بيتكسر عادي زيه زي الاستال كولين بالكولين ستريز انزايم اللي هو موجود في البلازما، وده بيبدا يقلل الديوريشن بتاع الاكشن بتاعته. ليه؟ لان بيكسر. طيب افرض مثلا بقى ان احنا ادينا جيفنج زوكساميثونيوم للبيشنت اللي عندهم لو كولين ستريز اكتيفيتي، ها كولين ستريز ده قليل في النشاط بتاعه فبالتالي ما بيكسرش، فبالتالي الزوكساميثونيوم ده تركيزه عالي صح. طيب يوجوالي بسبب an enzyme variant is often followed by a prolonged period of apnea. هو مش الساكسنايل كولين ده بيعمل muscle relaxation، منها يعمل relaxation لعضلات التنفس فيخلي الانسان ممكن يقعد فتره من غير تنفس prolonged period of apnea. apnea اللي هو كتمان النفس ماشي، نسميها سكولين apnea. ليه؟ ما هو ما بيكسرش. طيب يقول لي هذه البيشنتس او البيشنتس دول بيحتاجوا ممكن غالبا ventilatory support، تحطوا على فنت بعد العمليات. ليه؟ لانهم عندهم حساسيه كتيره جدا للسوكساميثونيوم وما بيكسرش بسهوله. تمام فهنلاقي ان هم صعب في التنفس شويه فمحتاجين تحطوا على فينت بعد العمليات. All affected individuals كل الافراد المتاثرين should carry لازم اشيلين معاهم كده يا اما مثلا كارد بيبقى فيه warning تحذير، او هم مثلا لابسين حاجه بيدل ان هم ايه نخلي نعرفهم زي مثلا الشخص التايه عشان ما يتوهش لما يتوه نعرفه ده شخص بيلبس علامه معاه كارت معين او لابس حاجه معينه مكتوب عليها ان الشخص ده عنده زوكساميثونيوم سنسيتيفيتي بسبب ان لو كولين ستريز اكتيفيتي، ان هو الانزيم ده مش شغال كويس فبالتالي ما بيكسرش الزوكساميثونيوم كويس. طيب الديس اوردرز بقى اللي بسبب الابنورمال ريسبونس تو ادراج دي بتحصل بسبب ايه؟ قال لي الريزلتس النتائج بتاعتها طبعا المثال اللي عندنا هو نقص الجي 6 بي دي،
تمام كده، لما يبدا ينقص ممكن يعمل هيموليتيك انيميا، او ده النتيجه يعمل انيميا. انت عارفين نقص الجي 6 بي دي ده بيعمل مرض اسمه فافيزم، اعتقد عارفينه، اللي هو بنسميه انيميا الفول، خدتوه كذا مره ممكن في ماده الكلينيكال، ممكن في ماده الميديسنال وهكذا يعني. هتلاقوا فافيزم ده انيميا الفول، ان واحد لما ياكل بقوليات. طب ايه الفكره بقى؟ بص ببساطه خالص، الفكره كلها ان احنا عندنا الجي 6 بي دي لما بيبقى موجود طبيعي هدفه انه بيبقى انتي اوكسيدنت، فلما ناكل حاجه من الحاجات الاوكسيدنت زي الفول او البقوليات هو يبدا يقللها. طب لو ما قللهاش هتبتدي تكسر الار بي سيز بتاعتي، تعمل هيموليتيك انيميا، تمام، في حاله عدم وجود الانتي اوكسيدنت اللي هو الايه الجي 6 بي دي. طبعا الموضوع ده ريلاتيفلي تقريبا بيبقى شائع ان ساتش اثني جروبس في مجموعات عرقيه، زي مثلا الناس اللي بتعيش في الميديترينيان اوريجين، الناس اللي بتعيش في دول البحر الايه الابيض المتوسط. طيب هذا الانزيم كاتالايزس بيبدا يحفز الفيرست ستيب، اول خطوه في الهكسوز مونوفوسفيت باث واي. تاني الانزيم ده اني انزيم؟ ها يقول لك تاني اللي هو الجي 6 بي دي، اول خطوه في تحفيز والباث واي بتاع الهكسوز مونوفوسفيت اتش ام بي، وده هذا الباث واي ده محتاجينه عشان نكون ناد بي، والناد بي ده بيبقى مهم للمينتننس، للحفاظ على الار بي سي السليمه. تخيل. طيب يقول لي الهيموليسيس، تاني لو انت مش فهمتش، احنا عندنا حاجه اسمها هكسوز مونو فوسفيت باث واي، هذا الباث واي مهم ليه؟ عشان بيكون ناد بي، والناد بي ده مهم ليه؟ عشان يحافظ على الانتكت ار بي سيز ميمبرين، على الميمبرين بتاع الار بي سي السليم. تمام. ايه دخل بقى الجي 6 بي دي ده؟ قال لك ما هو الجي 6 بي دي لما بيبقى موجود بيحفز هذا الباث واي، فيزود الناد بي فيحافظ على انتكت ار بي سيز ميمبرين. طيب الهيموليسيس بقى ايه اللي ممكن يعمل هيموليسيس؟ اللي يخلي الار بي سيز تتكسر رغم انها كانت انتكت؟ قال لك سيرتن انتي مالاريال دراجز، بعض الادويه اللي ضد الايه بتحارب بيها الملاريا زي البريماكين، كنا سمعنا عنه على فكره في الكلوروكين في الكورونا. طيب سلفونامايدز، ممكن برضو الفيتامين كي، اي حاجه شبه الفيتامين كي ممكن تعمل لي الموضوع ده الهيموليسيس. تمام. طيب يبقى ما ينفعش ناخد انتي مالاريال دراجز مع حد عنده نقص جي 6 بي دي، ما ينفعش اخد سلفونامايدز، ما ينفعش اخد، عشان كده الناس اللي عندهم انيميا الفول في ادويه ممنوعه عنهم، اكلات ممنوعه عنهم. طيب دي كده رقم واحد اللي هي الديفيشنسي بتاع الجي 6 بي دي، دي من الحاجات الابنورمال ريسبونس للدراج. ممكن انهيرتد هيباتيك بورفيريز، يقول لي دي اكيوت اتاكس، يعني هجمات عنيفه كده او اتاكس عنيفه، maybe precipitated by several drugs، سبب بعض الادويه الكتير خصوصا البربيتيوريتس. افتكر بقى يعني عشان افتكر ان البر بر 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 بورفيريا تحصل بسبب بر 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 باربيتيوريتس. بعض الناس برضو تالت حاجه some people بترياكت with general anesthesia، الناس بتحط ياخدوا تخدير كلي في عمليات، سواء بقى بياخدوا مثلا هالوثين ومعاها باصه العضلات مثلا ريلاكسان زي السوكسامسونيا. الناس دي الحالتين دول مع بعض عندهم abnormal response، اللي هي بقى بدا مثلا يزيد درجه الحراره بسرعه، rapidly increase the temperature، يسموها malignant hyperpyrexia، عضلاتهم اتخشبت، muscle rigidity، ويحصل لهم acidosis، ممكن العيان ده يموت خلاص. ومن ضمن الحاجات اللي بتعمل malignant hyperpyrexia برضو او malignant hyperthermia مهمه جدا اللي هو زوكسامسوني. ده كده بالنسبه للديسوردرز اللي ليها علاقه بالادويه. طيب واخيرا بقى في ديسوردرز ليها علاقه بالستيرويد ميتابوليزم. عندي congenital adrenal hyperplasia، عندي 21 الفا هيدروكسيليز ديفيشنسي، تمام، وعندي انكريز الاندروجين برودكشن. نمسك اول حاجه الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. طيب تخيل كده ان احنا عندنا الكدني نازل منها يوريتر، الكدني دي بقى فيها جلاند، الجلاند دي بنسميها ادرينال كورتكس وادرينال مظله اللي هي الادرينال جلاند. انا ليه علاقه بقى بالجزء المنقط ده اللي هو الادرينال كورتكس. طيب كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا فيها هايبربليزيا، يعني زياده في عدد الخلايا كتير جدا. طبعا كل الاشكال بتاع الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا بيبقى رير، نادره. السبب ده انهيرتد ديفيشنسي لواحد من الانزيمات اللي مهمه جدا لتصنيع الكورتيزول. تمام. طيب وذ الو بلازما كونسنتريشن، لما يبقى البلازما كونسنتريشن بتاعهم قليل هيبدا يسبب زياده في السكريشن بتاع الاي سي تي اتش من الانتري بيتوتري جلاند. ليه بقى؟ بص احنا عندنا الاساس اللي بيحصل كالاتي،
بص يا سيدي، لو دي كده الهاي بوثالامس ودي كده البيتيتري جلاند انتيرو بوستيريور، الانتيرو بتطلع اي سي تي اتش ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، يروح يحفز الادرينال كورتكس انها تطلع وتزود الكورتيزون ده الطبيعي. طيب احنا عندنا بقى الانزيم اللي بيصنع الكورتيزون قليل، فالكورتيزون يقل. بص بص، والكورتيزون لما كان بيطلع كده ويزيد كان يروح للانتيرو بيتيتري يقول لها لو سمحت قللي الاي سي تي اتش، يبقى لما ده زاد ده يقل. ليه؟ لانها نيجاتيف فيدباك. ايه رايك بقى دلوقتي الكورتيزون ما صنعش فالكورتيزون يقل ما يزيدش؟ ها الكورتيزون ماله؟ يقل ما يزيدش، اهو الكورتيزون يقل. لما يقل هو كان لما بيزيد بيقلل الاي سي تي اتش، لما يقل يزيد الاي سي تي اتش من الانتيرو بيتيتري، اهو هيدي لها هاي ريت سيكريشن وفي سي تي اتش من الانتيرو بيتيتري جلاند. طبعا ده بيبدا ينتج عنه، بص كده الاي سي تي اتش يروح للجلاند يحفزها ان تطلع كورتيزون مش قادر تطلع فتكبر في الحجم، ما تطلعش كورتيزون، يحفزها ان تطلع كورتيزون ما تطلعش فتكبر في الحجم. ليه؟ لانه عمال طول ما ده بيروح للغده يكبرها يعملها هايبر بليزيا. طبعا هيبدا يزيد السنسس بعد كده بتاع الكورتيزول بري كورسر قبل ما يحصل انزيم بلوك، تمام؟ الانزيم اللي هو بيصنع الكورتيزول. البريكورسرز دول ميد ان بي ميتابولايز باي الترنيت باث واي، ممكن عن طريق طرق بديله، خلاص سبيشال خاصه ممكن ايه تصنع ايه الاندروجين سنس، تصنع ايه اندروجين. طيب ده كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. في بعد كده عندي 21 الفا هيدروكسيليز ديفيشنسي، ان الانزيم ده ناقص. طيب ايه ده حكايته؟ الالدوستيرون سينثيسز قال لي ميبي ماركدلي، ممكن يقل كتير جدا ان مور ذان في اكتر من نص الاطفال، خلاص ده الالدوستيرون اللي عندهم 21 الفا هيدروكسيليز انزيم ناقص، اكتر من نص الاطفال دول عندهم الالدوستيرون سينثيسز تصنيع الالدوستيرون بيقل جدا، تمام؟ طيب ولما يبدا يؤدي الى ايه بقى؟ بص هو المفروض الصوديوم ده كان بيجي على النفرون، لو ده كده النفرون، سوري الالدوستيرون كان بيجي على النفرون، ده كده نفرون سريع اهو بالمنظر ده كده، عباره عن مين؟ نفرون اهو اهو. النفرون ده بيعمل ايه بقى؟ المفروض ان هو بياخد سوري الالدوستيرون، الالدوستيرون ده يجي على النفرون في الجزء ده كده، يشغل صوديوم بوتاسيوم بومب، ياخد صوديوم ويرجعه للدم ويرمي من الدم هنا كده الدم يا جماعه، ويرمي من الدم بوتاسيوم اهو، كل ده موجود فين؟ في الدم. الصوديوم لما يروح للدم ده كده طبيعي ياخد معاه ميه فيزود حجم الدم ويزود ضغط الدم، طيب ده ما بيحصلش الكلام ده. قال لي هيبقى فيه رينال صوديوم لوس، الصوديوم مش هيرجع للدم فيفضل موجود في النفرون فينزل فيه اليورين، يبقى رقم واحد رينال صوديوم لوس اثناء الفيرست ويكس اوف لايف، اثناء اول اسابيع من حياته. اثنين في كميه فوميتنج رهيبه، الفوميتنج السيفير. طيب رقم ثلاثه هيحصل فوليوم ديبليشن، اللي بيرجع بيعمل فوميتنج وفي نفس الوقت الصوديوم ما بيرجعش. ليه؟ طب هو لما كان بيرجع بيسحب وراه ميه يخلي حجم الدم كتير، لما ما يرجعش حجم الدم يبقى قليل، يحصل فوليوم ديبليشن يقل حجم الدم، ويبدا طبعا الصوديوم ما بيرجعش فيقل الصوديوم في الدم، يحصل هايبوناتريميا. طب والبوتاسيوم اللي احنا كنا بنتخلص منه ما بنتخلصش فيزداد البوتاسيوم في الدم فيحصل هايبركاليميا. هايبركاليميا معناها زياده البوتاسيوم، وهايبوناتريميا معناها نقص الايه؟ الصوديوم اللي هو الناتريوم. طيب يقول لي حتى لو البلازما كونسنتريشن كان ودين الريفرنس رينج، يعني خلال النورمال، يعني خلى يا عم البلازما صوديوم ما قلش، يعني ما حصلش هايبوناتريميا، لا يا عم هو خلال النورمال، هنلاقي ان في زياده في البلازما رينين اكتيفيتي. ما هو رينين ده بياكتف انجيوتنسينوجين، انجيوتنسين 1 و2 وال2 يروح يجيب الدوستيرون. تخيل بقى احنا اللي هنلاقي عندنا زياده في البلازما رينين اكتيفيتي may suggest lesser degrees of sodium and water A depletion. يعني لو لقينا البلازما بيننا عالي شويه هيبقى حته ان الصوديوم في كميات اقل من الصوديوم والووتر ديبليشن. طيب ده كان بالنسبه للالدوستيرون سينثيسيس لما قال شخص ازاي انفستيجيشنز طبعا اوف سسبكتد، الناس اللي احنا شاكين عندهم كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا از بيست اندر ديكن ان سبيشال سنترز، لازم التحاليل دي تتعمل فيه معامل معينه. طيب طبعا ده شويه باث ويز تقعد تحفظهم، يعني اكيد ده شغل الكيمستري قوي. احنا المفروض عندنا الادرينال كورتكس، تمام، اللي هو الجزء ده كده بتطلع ثلاث انواع من الافرازات، اندروجينز اللي هو تستوستيرون، وكورتيزول اللي هو بنسميها جلوكوكورتيكويد، ومينيرالوكورتيكويد اللي هو الالدوستيرون.
تمام. كل دول الثلاثة دول بيصنعوا من الكوليسترول. الكوليسترول عن طريق حاجة اسمها ديزموليز يتحول إلى بريجناني دامش بريجناني لون. عن طريق هذا الإنزيم يتحول إلى بروجستيرون. عن طريق هذا الإنزيم يتحول إلى ديوكسي كورتيكوستيرون. عن طريق الإنزيم ده يتحول إلى كورتيكوستيرون. عن طريق 18 هيدروكسيليز يتحول إلى 180 H كورتيكوستيرون. عن طريق 18 أكسيد يتحول إلى ألدوستيرون. تمام؟ تمام جدا. طيب طبعا ده الواحد 21 هيدروكسيليز هو في الآخر اللي بيبدأ يدي، يعني لو وجود ده مش هيبقى فيه ألدوستيرون في الآخر، فلو فيه ده قليل هيبقى ده قليل. طيب كده فهمناها أعتقد. تمام جدا. طبعا الواحد 21 هتلاقيه هنا وتلاقيه هنا، تمام. إنما الأندروجين كانت بتبقى طبيعية عادي جدا مش متعلقة بيه. اوكي تعالى بعد كده الحاجه قبل الاخيره بقى، يقول لك ال17 هيدرو او هيدروكسي بروجستيرون. فين ده؟ بس كده 17 هيدروكسي بروجستيرون اللي هو ده، ادي 17 دي 17 ها، ودي 18 هيدروكسي. ال17 هيدروكسي بروجستيرون مالها؟ تعال نشوف مالها كده. كان اونلي بي ميتابولايز، ممكن تتكسر في خلال الكورتيزول باثوي. فعلا هي كانت موجوده في السكه بتاع الكورتيزول، ارجع حتى في الايه في الفيديو، في وجود ال21 الفا هيدروكسيليز ممكن تتكسر باي اونلي فقط بال21 الفا هيدروكسيليز. اهو ادي يا عم 17 هيدروكسي بروجستيرون تتكسر بال21 الفا هيدروكسيليز عشان تدي لي في الاخر كورتيزول. تمام. اثنين، بعد كده البلازما كونسنتريشن ار هاي ان بيشنتس، تبقى عالي في البيشنتس اللي عندهم كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. تمام. متوقع الاقي ان ال17 هيدروكسي بروجستيرون عالي في الناس اللي عندها ده. ليه؟ بص الناس اللي عندها كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا خلينا متفقين ان الانزيم ده عندهم ناقص، صح؟ فبالتالي ده مش هيتحول لحاجه، فال17 ده دايما موجود ما بيتحولش الكورتيزول، كورتيزول ناقص. ولكن بلازما كونسنتريشن بتاع ال17 هيدروكسي بروجستيرون عالي لان ده مش موجود في حالات الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا. تمام. والبلازما اندروستينيدايون كونسنتريشن بتبقى زايده في البيشنز اللي عندهم اكسسيف اندروجين سينثيسز، يعني الاندروجين بتتصنع عادي. وعلى فكره الاندروستينيدايون ده اندروجين تصنع عادي جدا، مش مشكله خالص. طيب تعالى بعد كده العلاج، نعالج ازاي الناس اللي عندهم كونجينيتال ادرينال هايبربليزيا؟ بنعالجهم عن طريق ان احنا بندي لهم كورتيزون، شو عندهم نقص كورتيزون، او اي واحد من الجلوكوكورتيكويد انالوج، اي واحد شبهه. ولو ضروري مهم جدا في نسيسر ان احنا ندي معاه بقى مينيرالوكورتيكويد، لانه لا الالدوستيرون ولا الكورتيزول كانوا بيكونوا، الاندروجين بس هي اللي طبيعيه. التريتمنت ده نوت اونلي ريبليس الديفيشنت هرمون، مش بس بيستبدل الهرمون الناقص، ولكن برضو بنيجاتيف فيدباك بيقلل اي سي تي اتش اللي هو كان، بص كده بيقلل الاي سي تي اتش وبالتالي يقلل الاندروجين. الاندروجين كانت كتيره. طيب ايه رايك بقى؟ الناس دي كان عندها زياده في الاندروجين برودكشن. تعالى كده نرجع، ها زياده في الاندروجين برودكشن. الاندروجين برودكشن ده مشكله. ليه بقى؟ بيبدا يعمل الفيميل حاجه اسمها فيميل سودو هيرمافروديتيز اللي هو فيميل خنثى اعضاء ذكريه انثويه باي افكتنج، عن طريق بيأثر على، طبعا الكلام ده في منذ الطفوله، بيأثر على ديفلوبمنت بتاع الفيميل جينيتاليا وهي لسه في بطن امها في اليوترس. طبعا ممكن يعمل لها فيريلايزيشن اللي هو يخليها يظهر فيها علامات الرجوله ان تشايلد هود وذ فاليك انلارجمنت، يحصل نضج للقضيب ان ايذر سكس في اي جنس، خلاص development of pubic hair ويطلع شعر العانه ورابيد جروث ريت ومعدل نمو الجسم سريع جدا. ممكن يبقى فيه مايلدر فيريلايزيشن ان فيميل ات اور افتر بيوبرتي، عند مرحله البلوغ او بعد البلوغ. ولما يبقى عندها فيريلايزيشن البيريود عندها تقف ويحصل لها حاجه اسمها امينوريا. تمام. ده الفيريلايزيشن. ايه هو الفيريلايزيشن؟ ديفلوبمنت لماسكلاين كاركترز اللي هي خصائص ذكريه كتير،
usually بيحصل in female او in woman often as a result of adrenal gland overproduction, لان الادرينال جلاند كانت بتطلع اندروجين كتير اللي هو التستوستيرون وحاجات شبهه. فمن ضمن الحاجات اللي حصلت امينوريا. يعني ايه امينوريا؟ انقطاع الطمث. طيب الامينوريا دي في منها برايمري وسكندري، ناخد الكلام ده في النساء. برايمري امينوريا، بص بص تعالى نرجع الالفاظ كده. معناها ما فيش، مينوريا اللي هي الدوره او بيريود. فبرايمري ان عمرها ما جالها بيريود خالص، فيلير اوف منسز انها تحصل باي ذا ايج اوف 16 قبل سن ال 16، يعني ما حصلهاش اول دوره اللي هي الفيرست منسز ما جالتهاش، اسمها برايمري امينوريا. طيب لو جات لها كان بيجي لها قبل كده، بس بص يعني جالها مرتين 23 مره والمره ال 21 وقفت، مفيش دوره اسميها امينوريا. سكندري بقى كان بيجي لها قبل كده، ده سيستيشن، توقف المنسز بمجرد ما بتبدا، يعني هي بدات قبل كده ولكن جه عليها وقت وتوقفت، دي نسميها سكندري. انما لو ما حصلتش خالص فنسمي الامينوريا دي برايمري. طيب بعض المصطلحات برضو، عندي حاجه اسمها اوليجو مينوريا. اوليجو معناها قليل، اوليجو قليل عباره عن منسز بتحصل ات انترفلز، يعني البيريود تيجي على يعني فترتها بتيجي مش كل شهر، ممكن كل 35 يوم. متخيل كل 35 يوم البيريود تبقى قليله؟ مش اقصد كميه الدم، اقصد على مسافات قليله، فتبقى على مسافات بعيده فتيجي كل 35 يوم، كل شهر وخمس ايام. طيب نو كونسينسس، خلاص كده نو كونسينسس خلاص هاز بين ريتشد، مفيش اي حاجه كده واضحه وصلناها بتدل ان في بايت معينه عندها بيبقى في اوليجمينوريا تصبح امينوريا، كلام مش ملوش اي اهميه. طيب براكتيكالي بقى، الومن اللي سنها من 20 ل 40 سنه اللي حصل لها loss of established regular menstrual pattern، ما عندهاش regular menstrual pattern الشكل النمطي او النمط بتاع الدوره المنتظمه، should have an evaluation to seek to cause، لازم تبدا تدور على السبب. ست من 20 ل 40 سنه بدات الدوره تجيلها بطريقه غير منتظمه، فقدت النمط المنتظم، لازم تدور على السبب. طيب يبقى الاوليجومينوريا دي اول جمله هي اللي تهمني. طيب الهيرشوتزم اسمها هيرشوتزم، ايه رايك؟ ده عباره عن ايه؟ شعر كتير. هيرشوتزم شعر كتير، excessive growth of thick dark hair in locations where hair growth in women، في اماكن نمو الشعر عند الستات. فكلمه هيرشوتزم تحصل مع الايه؟ مع الستات. طبيعي ان انا يحصل لي يبقى عندي شعر في الرجاله، ولكن نسميها هيرشوتزم في الستات. يوجوالي الشعر بيبقى مينيمال او ابسنت، قليل او مش موجود، هيبقى عندها ثيك ودارك كتير بقى. بس كده، ده بالنسبه لي الانبورن ايرورز. اتمنى تكون استفدتوا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. ما تنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب كده، وتفعل زر الجرس كده، وتشجعنا بكومنت جميل كده. يلا شكرا لكم، سلام عليكم.